على البركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الباقي في حياتك عم نوفل. عم رزق ده كان راجل حتة سكرة وطيب ويستاهل كل خير. أنا معرفش الراجل ده جه الدنيا في إيه وخرج منها ليه. على العموم الله يرحمه. وأنت تعرف الرحمة يا أبضاي؟ أيوه. يعني أنت عندك دم؟ أيوه. تقتل الأكيل وتمشي في جنازته؟ ما بلاش طرطشة كلام. إيه؟ هتقتلني زي ما قتلت رزق؟ ما تعقلي جوزك يا طنط عطيات، مش عايزك تعيشي في الدنيا وحيدة، مش عايزه يحصل أخوه. معلش ما تاخدش على كلامه يا معلم والنبي، فضفضة حزن يا أخويا، أنت عارف قلبه محروق على أخوه. على العموم أنا مقدر حرقة قلبه عليكي. أبو ضايع؟ استنى هنا! استنى! انت بتعملي ايه يا بنت المجنون انت؟ قتلت ابويا يا كلب يا ابن الكلب! استهدي بالله يا بنت صلي على النبي! احنا مش قده يا بنت؟ مش قده ازاي؟ بقى يقتل ابويا يمشي في جنازته؟ بقول لك ايه؟ انا ابويا ما خليش رجاله، لكن انا بقى انا قدامك مين راجل؟ وانا بقى اللي عارف اخد طرقويه منك! عماله تطرطشي بالكلام قصدك ايه يا بنت؟ قصدي على رجلك يا اختي يا معلمه! ايدك اليمين اللي عامل نفسه زيد الرجاله مفيش حد يقدر يقف قدامه! لكن انا بقى اللي هصدر لك وهعرف اجيب دماغك ارضا يا بضا يا كلب. ارض مين يا علمه يا رقاصه بتاعت الكباريات انت؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه يا بت؟ بقول لك يا بت لو ما تلمتيش هتحصلي ابوكي ومش هكلفك حاجه، المعازيم هم والمقرين هم والدفن على حسابي، فاهمه؟ دماغك مين يا وسخ انت؟ وسخ يا بنت اخ يلا يا بنت الكلب. انت مديلك الحريم يا بضايا؟ جريح لينش يا ابن بيعه الخضار سخ انت ولا ايه؟ جبت اكلك مع ابن بيعه الخضار. يظهر ان عم رزق وحشك وعايز تشوفه بسرعه. انت مش ناوي تجيب على البر؟ ده انت هتموت النهارده. جريت ايه وانت؟ اتكل على الله. يا لهوي لا يا حربي لا. موته يا حربي، ابوس ايدك موته. موته بقى يا اخي وخلصنا منه. نزل المطوه يا حربي، مش عايز اموت مخنوق. لا يا حربي دم لا. صلاح ايه؟ مش احنا قلنا نستخدم ده ما نستخدمش ده؟ وان ضربت ما تعورش وان عورت ما تقتلش؟ ايه نسيت يا حرب ولا ايه؟ والله زمان يا صلاح. جدع حربي كنت عايز تقتلني ها؟ طب وديني ومعاه ابو ده ولا كلمه. انت ما شفتيش عمل ايه يا معلمه؟ اسكت واسمع يا معلمه. يا معلمه كل اللي عمله ده عشان كلبه وراح ما يموت ولا يغور في 60 داهيه. يا زباله يا معفن يا وسط. بس يا دنيا الشماته في كل حاجه الا الموت. محدش علمك ده؟ اسمع يا جدع انت من النهارده تلم عزالك وتاخد رجالتك معاك وتسيب المنطقه الا وحياه ده. وانت عارف انا ما بحلف بده. هقطعك بايديا دول. كده يا معلمه
بعد ما خدمتك السنين دي كلها أبضايا حبيب قلبك وبترميني عشان مين؟ عشان الكلب ده؟ انت اللي جبته لنفسك بأفعالك. يلا وريني عرض كتافك. باي باي يا برنسيسة. باي باي. وصلوني. اتفضل يا معلم. قولي يا عنابه اللي جابك. كنت كملت جميلك يا اخي وريحتنا. رد عليا يا متر. اكيد انت زين. زي ما وصفك حربي بالظبط. متهور ومندفع وقلبك ابيض. مين ده حربي؟ متشكرين يا استاذ. استاذ صلاح بحر المحامي، زميلي في السجن واخويا واستاذي كمان. معلمة انشراح اكبر راس عندنا في المنطقة. اهلا وسهلا بمعلمة انشراح. انا سعيد جدا اني شفتك وتعرفت عليك. انا اسعد يا استاذ صلاح. انا دلوقتي عرفت مين اللي علمك الالباندا ولولك لسانك يا وادي حربي. انما انت ما قلتليش عرفت طريق ازاي؟ انا سالت عنك في الحاره، قالوا انك هنا في المدافن. قلت لا يكون حد يخصك اقف معاك. طول عمرك اصيل وصاحب واجب. بقول لك ايه يا حربي، ما تيلا بينا كده بربطه المعلم وناخد معانا الاستاذ صلاح، ناكل لقمه في البيت تلاقوا على لحم بطنكم من الصبح. لا ملوش لزوم يا معلم. ما تقول بطل اللي انت فيه ده. يلا بينا يا رجاله، يلا بينا. انما انت خرجت من السجن امتى يا ابو صلاح؟ قريب. طلعت افراج بمناسبه مولد النبي. بس جيت في وقتك يا استاذ صلاح. انت عارف لو ان ربنا بعتك في الوقت المناسب كان زمان الاثنين دول لبسوا البدله الحمراء. بدله حمراء بدله زرقاء مش مهم. المهم اني فشيت غل في قبضايا الكلب ده. لا بس حربي اعل بكتير من انه ودي نفسه في داهيه، ولا ايه يا حربي؟ طبعا يا ابو صلاح، كله بفضل تعليماتك. انت محامي مش كده يا استاذ صلاح؟ كنت. لكن بعد ما دخلت السجن شطبوا اسمي من جداول النقابة. بس لسه بتفهم في القانون؟ طبعا. ما تأخذنيش أنا يا متر. لا هو أنت أصلا دخلت السجن ليه؟ يعني عشان في يوم من الأيام اتصرفت صح. كنت فاكر لسه إن الدنيا فيها أصول ومبادئ وقيم. استضح إن الواحد في الزمان ده لازم يدور على مصلحته هو بس، طز في اي حاجه تانيه. براو عليك يا استاذ صلاح، فكر فيها كده. لو انت مش هتجري ورا مصلحتك مين هيجري لك وراها؟ يلا بينا يا رجاله. احنا متشكرين جدا يا معلمه. الزياره دي ما تتحسبش، انا مؤكد ليا زياره تانيه. انا تحت امرك دايما يا معلمه شرح. بالاذن احنا بقى معلمه. السلام عليكم. ايه رايك بقى في المعلمه؟ والله ست الحلقه حربي. امور يا معلمه. فكرت هنتصرف ازاي في موضوعنا؟ بالحقيقه لسه. طب مش بتقول انه صاحبك صلاح ده ومحامي وبيفهم في القانون وسرك؟ مظبوط. طب ما تاخد وتدي معاه في الكلام كده، يمكن يقول لنا حاجه تفيدنا. والله عين العائله معلمه، امرك. استناك النهارده؟ لا الليله مش هينفع. أنا يعني هروح لسه أوصل أبو صلاح وأقعد معاه شوية وبكرة الصبح أجيلك إن شاء الله. ماشي بشوقك زي ما تحب، بس لما تيجي الصبح بقى أبقى طمني صلاح قال لك إيه. ماشي تصبح على خير. أنت من أهل. يلا أبو صلاح اركب عشان أوصلك. لا 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 ماليش داعي، أنا هاخد تاكسي وأروح. لا تاكسي إيه؟ وبعدين عايز آخد رأيك في موضوع كده. موضوع إيه؟ أحكي لك في السكة. طب والرجالة دي؟ ده أنا هطلع لعم نوفل أطمن عليه وبالمرة أبقى عز دنيا. أيوة وعز دعاء. طبعا وعز دعاء بالمرة يعني. العب يا عم زين. ماشي أنا نص ساعة كده وهحصلكوا على ده. سلام يا رجالة. سلام. يلا
على بركه. يا بركه في ايه؟ يا زين على فكره جدع اللي اسمه صلاح ده. ماله؟ من هنا مش حلو وبكره تقول بركه قال. طب يلا يا اخويا بلاش افتح. يلا يا امشي يا عم. متشكرين متشكرين يا اختي ما تجيلكيش في واحد. متشكرين متشكرين. شكر الله وسعدك يا حبيبي. شكر الله وسعدك. متشكرين يا ام محمد. اقفل اقفل يا اختي. بقول لك ايه يا دعاء؟ انا حصل لحد اوضه ابويا. الم حاجته اللي هناك وارجع على هنا على طول. تحب ده ساعدك؟ لا يا حبيبتي خليكي مع عمي. انا هخلص وارجع على طول. هو انت عليك يا دعاء يا بنت المده دي كلها؟ اخص عليك تسيبيني وتطفشي؟ اطفش ايه بس؟ اطفش ايه بس يابا؟ ده انا كنت قاعده مع دنيا بنت عمي. طيب وليه كده يا بنتي؟ ما انت عارف يابا قبضايا واللي كان عايزه مني، وانا استحاله كنت اوافق على حاجه زي كده. كان لازم اغور من وشه ومن وش عطيات. طيب ما كنت تقولي لي على مكانك عشان ابقى مطمن عليكي. كانش ينفع يابا. لو كنت قلت لك على مكاني كانت عطيات ممكن تعرف منك، وقبضايا كان ممكن يعرف من عطيات، وساعتها كان هيلاحقني في كل حته، وانا ما كنتش عايزه كده. بس الحمد لله ادي غرف داهيه واستريحنا منه. أهو دلوقتي تقدري ترجعي بيتك تنوريه زي زمان. مش هينفع يابا، مش هينفع دلوقتي خالص. ليه بس يا بنتي؟ يابا ما ينفعش يابا سيب دنيا في الظروف اللي هي فيها دي. وبعدين دي شالتني كل الفترة اللي فاتت دي كلها. أجي دلوقتي أنا وهي محتاجة نتخلى عنها؟ لازم أفضل جنبها طبعا. لا كده فعلا عندك حق يا بنتي. ما هي بنتي رزق الغالي. الله يرحمه ويحسن إليه. خدوا اليابا. شكرين يا بنتي. خليهم معاك، وانا كل فتره ان شاء الله هبقى اعدي عليك واديك كل اللي انت عايزه. ربنا يخليك ليا يا بنتي. ايه يا ست دعاء الفلوس دي كلها؟ تكونيش اشتغلتي غازيه في الكباريهات يا بنت عمك؟ لا يا خال عطيات، انا اشتغلت في مستشفى خصوصي، يعني باخد ورديه الليل وشغلانه كويسه هي وفلوسها حلوه قوي بصراحه. اه ما هو باين اهو. بقول لك ايه يا عم، حاجه ابويا هي كلها، شوف بقى اللي يلزمك منهم والباقي اتصرف فيه. تسلمي لي يا بنتي، الله يرحمك يا رزق. طيب همشي انا بقى دلوقتي قبل ما الوقت يتاخر. استني يا دنيا أنا هاجي معاكي. تروحي معاها على فين؟ مش المفروض تقعدوا تستنوا لغاية المرحوم ما يسبع؟ ده لو عندكوا دم يعني تقعدوا لغاية الأربعين. ما احنا يا خالتي هنبقى نيجي نشقر كل يوم والتاني. وليه المشوارة دي كلها؟ وتشقوا ليه؟ إيه يا دعاء؟ هو البيت ما عادش قد المهام ولا إيه؟ وبعدين يا عطيات؟ ده مش وقت الكلام اللي أنت بتقوليه ده. بقول لك يا خالتي، خد الفلوس دي خليها معاكي. يا حلولي دول بتوعي يا اختي. ما انا عارفه يعني الفتره الجايه هيبقى في مصاريف كتير، الناس خارجه وداخله عليكم، اللي عايز ياكل ويشرب وشاي وقهوه يعني. يا اختي مستوره، الخير عندنا كتير الحمد لله. طيب ماشي احنا هنمشي، بس انا هاخد دعاء معايا. او ماله يا اختي خديها قهوه تونسك وتصبرك. روحي يا اختي معاها. روحي. مع السلامة يا عم. نشوف وشك بخير يابا. مع السلامة يا دعاء، وبقي طمنين عليكم. حاضر يابا. بعد إذنك يا خالتي. بالسلامة يا روح خالتي. بالسلامة قوي. عاملة لي اعتبار قوي بنتك. بقت نحنوحة ولسانها زي الفرقلة. إحنا في إيه ولا في إيه يا عطيات؟ يا لهوي. بقى أنت راجل أنت. البنت طفشت. ولا نعرف كانت فين ولا مع مين، ولما ترجع بدل ما تكسر رجلها ورقبتها تاخدها في حضنك وتطبطب عليها. يا لهوي ده انت راجل ضغوف. ايه
انتوا رايحين فين الساعه دي؟ خلاص كفايه كده، احنا هنروح. لا طب ليه؟ ما تبيتوا هنا الليله دي وتروحوا الصبح. هو الصبح رباح برضو. مش هينفع برضو، سيب دنيا على راحتها. طبعا انت خدتي على عيشه مع دنيا، ما بقيتيش ترتاحي هنا، ما بقيناش قد المقام يعني. على فكره مفيش ليه لزوم الكلام ده خالص. يلا يا دنيا يلا. دعاء انت مش قد سكك دنيا يا بنت الناس. انت عارفني كويس يا زين، ولو ليا في سكك دنيا دي انا لا هحتاج دنيا ولا عشره زي دنيا. تصبح على خير. يلا يا دنيا.